يا جماعة جايين لكم تاني اهوت، بنوريكم الفطير بتاع ست هنونة اهو، بنبططها وبنفرد الفطير اهو. قلت يا مشادي شوية زبدة الفطير المشلتت اهو، اللهم صل على النبي، حاجة كده جميلة. دلوقتي لما نسواها ونطلعها من الفرن هنوريها لكم، فعلا حاجة تفتح النفس بصحيح. ده الفطير الشتوي الفطير الشتوي اللي ياسمين عز بتقول عليه، انت تسمعي ياسمين عز؟ مين ياسمين عز؟ ياسمين عز اللي بتنصر الراجل وتقول لك الرجاله ومش الرجاله والكلام ده. لا انا بحب اللي بيقول على الستات، اللي بحب بيقول على الستات. انا بحب اللي بيقول على الستات. الراجل على الستات. لا بقول لك اللي الراجل نعم يحق الراجل. مش عارفه ما بشوف بقى. خالص. الفرعون الصغير الكبير. الصغير الكبير. ما يسمعش تبقى المرار، عشان كده ما بحبش نسمعها قوي، عشان بتبقى المرار. احنا ناقصين شويه سنه كده، مش وصلنا شويه زبده توجيهات. ما تقعدي يا حاجه اتكلم انا. طيب ماشي. ده بقى يا جماعه الفطير المشلتت، الفطير المشلتت هو يا ست الكل. هو طبعا بيختلف عن الفطير الدماسي اللي احنا طبعا عاملينه. ده الفطير المشلتت. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده جميله. شايفه الزبده اهي. انت مش هتشوف الزبده، حط حط الكرتون مع عارف الكلام ده، حط الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه، وديك بيدن كوكو كوكو يا صنايعيه. يلا بينا على باب الله، على باب الله يا صنايعيه، يجعل نهارك زي الفل يا ست هنونه. تمام. انا قلت بقى الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه، وانتوا قلتوا حظي. خلاص خلينا في اغنيه ثانيه. العم عنتر، ابدا العم عنتر. هو ايه ده من عمك عنتر؟ اه ماشي. رمش عينه اللي خطفني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، ليله من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، فات عليا الحلو عنتر، قلبي قال لي حبي واسهر، ويا ريتني ما سمعت كلام قلبي. يا نيان. وده بقى احنا لازم نطلعها من المود اللي هي فيه دي، انت ندخلها في المود بتاعنا احنا بقى. بنتك ان شاء الله كده اخر السنه لو جابت 120 زي اللي هي جايبهم دول، اللي بقول لمراتبني، اللي بكلم مراتبني تقول لها روحي اقعدي جنب ستك هنا خبز وياها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. حلويات ست هنونه وبس. اجيلك الفرن نشوفه ولا لسه شويه؟ يا كمان شويه، كمان شويه لما يستوي انا هوريكي. عايزين الزبده وهي بتعمل فيه. ما هوريكي كل حاجه. كله على كل، ولما تشوفه قول لي. انا قلت لما تشوفه قول لي. وانا قلت قول لي. هقول له، لازم اقول له. وربنا القشر اخر طري ومعاندنا. يمكن اللي كان عليه المطر. ايوه بيولع، بيشتغل بصعوبه. ام شاهد هتقوم تجيب لي لحتين عشان ما فيش اولها بقى خلصت. هو ده السبب المشكلة. ماما بتقول لك اللهم بارك الفطارين، يقوم تسلم ايدك وعينك يا رب. تسلمي يا حبيبة قلبي، ربنا يخلي لك ماما ويبارك فيها يا رب. ثانية بتقول لك هتاكل المحشي امتى؟ احنا خلاص يعني امك مش هن رفضنا المحشي النهارده ما تجيش. يعني تيجي ولا ما تجيش بقى؟ رفضنا المحشي النهارده يعني امك ما تجيش. انا هاكل بدل الكلام يا انا وانت واحد يعني. رفضنا المحشي ما تجيش يعني ام. هتاكل خلاص كتير يعني؟ اه. لا ما هي بتقول هتيجي برضك. لا مش هناكل. لا هنرميه بقى خلاص، بس ايه احنا مش هنعمله النهارده عشان لمياء ما تجيش، لان لمياء جت
قلت لها هاكل الفطير هتيجي بردك، فاحسن حاجه ان انا ما اعملش اكل النهارده. الكلام ده ما يمشيش معانا احنا الكلام ده. والله بلا بصله بلا طماطم. كل كده في الطريق اهو. يا انا افرق الباب اجري يا ولاد. يا نايا من العوازل يا نايا يا نايا من اللي طالع واللي نازل. الليله دي ليله تسوى الف ليله. احنا لسه في المرحله الثانيه. لسه هيخش قدامه ثلاث مراحل. المرحله الثالثه، المرحله الرابعه، واخر مرحله يكون خرج لنا بالسلامه. يا نهار ابيض، اقفل الباب يا بنت يا مشاهد. قومي اقفل عشان عمتك هتيجي. لا تيجي. يا نهار ابيض. الله اكبر عليك يا فندم. انت بتقولوا ده جايب لمياء ولا ايه؟ اه شفت الطايه لمياء. بصي يا بنت، بصي يا بنت، لا كنت شفت جايب عمتك. قومي يا بيه. يكونش يعني بيقول لك ما شاء الله. عايزين نوري الفطير ده برضه، الفطير ده اللي احنا كنا لسه عاملينه من شويه. ماشي يا باشا، طلع طلع بس الفطير ونوريك يا اسف. ايوه ورينا ده يا استاذ هاني. الفطير ده مات احنا كنا عاملينه من شويه. حلويات ست هنونه، حلويات حلويات، وبيحكوا عنه في الحكايات. الواد ده هو حلويات. الواد ده هو شوي ما شاء الله. اه بنتي بتضرب مع ابويا. بتقول له في ايه يابا انتوا بتطبخوا ليه النهارده؟ بقول لها النهارده الموسم. النهارده الثلاث. اه. النهارده 27 رجب يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. بكره 27 رجب يا جماعه. كل عام وانتم طيبين. الله يكرمك يا غالي. الله يكرمك يا غالي. اه اي ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي منتظرين على حر لحظه خروج الفطير. فاحنا يعني هنوريكم لحظه خروج الفطير. شوف بس، انت عايز بص استنى. شوف استنى لسه يا جماعه برضه. لا بص شوف استنى بتعمل ازاي. بص قرب قرب عليها كده شويه. شوف استنى شوفي الفطير مشلت. ايوه بسم الله ما شاء الله. السعر شويه طري شويه على ما يكمل سوى المرحله اللي قبل. ايوه لا بالزبده بس. ايه في ايه؟ لا انا ما انا قلت الكلام ده. احنا قلنا الكلام ده يا لمياء. لو انت بتتفرج على الكرسي ده احنا مش عاملين لا بط ولا محشي. انا عارفه يعني امك انها رخيصه يعني. امك امك انها ب 30 جنيه يعني. ب 32 جنيه يعني. ام هنشوف كده دلوقتي. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. الله 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 الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الجمال ده؟ جمال ست هنونه وبس. ست هنونه وبس. لا تقول لي لا فول ولا طعميه. فول ست هنونه 100 فطير ست هنونه 100 100. ده الفطير الشتوي بقى. ايوه فطير الشتوي. بسم الله ما شاء الله. ما مشاهد صلى على ما خلص تكون صليت. انت بتقعدي مكاني وانا اقوم انا اصلي. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. شايفه الفطير بيعمل ازاي من السمنه؟ شايفه؟ والقعرة حلاوه من ايديك. حلاوه يا حلاوه. حلاوه شمسنا وخف الظلال. وقعدنا خلاص خلاص اتفرجوا على تقل ماما. ايوه اتفرج على ماما. ما تقلقيش يعني امك. ركزي في الدرس. حقك محفوظ يا البوم. حقك ركزي. محفوظ يا لميا. ده ممكن بقى ولازم اتاكل البط هيجي لك هيجي لك. ركزي في الدرس يعني ام. ركزي في الدرس. حقك محفوظ يا البوم. ده انا عايزه لك لحمه صغيره عشان اعمل لك بقى كبسه واعمل لك ده كربات يوم الجمعه. يوم الجمعه ان شاء الله. تقدم لها كده حقها ناشف وخلاص. ما بتاكلش ناشف، بتيجي تاكل عندنا طرف. هي بتيجي تاكل. ايوه خلاص هي هيجي كده خلاص. خلاص يا لمي انت عارفه قلب الام بقى. دي حقيقه عارفه ان هي حبيبتي.
بسم الله ما شاء الله، يعني الفطيرة بسم الله ما شاء الله جميلة جميلة جميلة. الله عليك يا سيدي، قلبك ده بترقص في الطاقة. هي بتتنقل برضه، انا عايزة النقص، يعني هي تاكل وتاخد نقص. ام وماله، تاخد عينيا الاثنين، تاخد عينيا اللي انت عايزاه يا البوم. دلوقتي تدبر لها جوز عصافير متهرب من على الشجره. جوزين عصافير؟ اه هيجي لك جوزين عصافير يا لمياء، واجيب لها فطيره وكرومبتين من تحت، كرومبتين وعن امك والنهار ابيض النهارده، واجيب لك ربع كيلو رز. ربع كيلو رز الكرومبتين هيجيبها طوله. اه لا ايده حلوين اهي، اللهم صل على النبي. اهدي اهدي يا ولا حلويات ست هنينه وبس. بسم الله بسم الله، حلويات الواد ده هو حلويات. بصوا يا جماعه يعني حاجه بسم الله، حلويات وبيحكوا عنه في الحكايات. ده شكل ده، ده شكل ده الفطير ملوش حل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين. مصر حلوه بوجودك يا فندم. الله يخليك يا استاذ عزيز. مصر حلوه بوجودك يا فندم. الله ينور عليك يا باشا، الله ينور عليك ويزيدك من نعيمه. شيل الفطيره كده وريها لنا كده، اقول لك كلمتين حلوين. الفطيره اللي في الفرن لسه. لا لسه لسه شويه. شايف الفطيره؟ انا بموت. فطيره راحت تقابل فطيره، يا عيني فطيره لقتها فطيره من عند ست هنونه، يا عيني يا عيني يا عيني فطيره يا عيني يا عيني. الدخان ما فيش دخان، مولع من فوق من تحت. خد اللي ده الباتش يستحمل الدخان. احنا كنا احنا كنا لسه بنشوف هتستحمل كم دخنه وكم عماي كم مصاجه، بس يلا بقى يا ام عمر تعالي كل اللي انت عايزاه، احنا جوعناكي. تعالي بصي الفطير هو المشلت والفطير الدماسي واللي انت عايزاه كل حبيبتي. تعالي المنوفيه هنا واحنا نعمل لك احلى شاي. تشرفيني وتنوريني يا ست الكل، يا ست الكل يا غاليه، كل حاجه بتاعت ست هنا تحت امرك يا فندم. بص يا لميا، انا مش عارفه اقرا اساسا الكومنتات والكتب التانية، فيعني ايه كومنتات انت كله من ايه؟ اول ما شافك بس. والله الدخان ده اول ما شافك. اه بيعمل لك حفله. انت قلت الحطب عشان جعل ميه شنطري شويه. ايوه اه بسم الله ما شاء الله. كم السلام ورحمه الله وبركاته. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدخان طلع على عيني انا وانت طلع عليه. بتقول لك الدخان طلع على عيني وانا، قلت لها ابنك عليه يعني مش هتفهم. اي جرايه ولا يا مان؟ جرايه لميان سبت الحصه وراك شلانه ولا ايه يا عنوم؟ كان شايل هم ابوك يا لمياء وشايل همها يا لمياء، ربنا يفتحك يا لمياء. بصي بصي بص بص اما اقول لك في كلام مهم ولابد اقول لك. ماشي يا ست لمياء، كله لابوك واحنا خلاص عينينا وجعتنا وخلاص. ناخد ايه يا نوم؟ تعالى خديه، قلت لك تعالى خديه اهو، ما عندكيش مشكله، ما عندناش مشكله. لمياء بتقول لك التعديل وكل الامهات اللي في الدرس يتفرجوا عليه. احنا العيال النهارده هياخدوا درس ولا انت ايه؟ انت بتضيع حصه تدبير منزلي النهارده ولا ايه يا بنتي؟ حصه تدبير منزلي ونكمل الدرس بعد شويه. الدرس هيروح فين؟ انا عارفه هو اللي مش هيروح. انا عارفه بسم الله ما شاء الله. بصي يا لميا بقى الجمال ده، شايفه بقى مامتك عملت ايه؟ بسم الله بسم الله بسم الله. هي ماشي شايفه مامتها، هي ضيقه من عند مامتها، هي ضيقه من عند مامتها. سابت الدرس وقاعدين بقى. اه احنا لسه هتقسم يا حاج الفطير ده حاجتكم، واللي ودار لكم نص وفي اوردر تاني نص. الله 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 الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله.
حلويات التانونة وبس. اهي حلويات التانونة وبس. شوفي يا لامية، حنس 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 حنس. يعني ايه حنس؟ جميل يا اختي. استني دوار الحاج. لا مش هاخد الوقت. طيب بألف هنا. يعني راحت دي حاجتنا دي؟ ايوه. اللي بقول لكم رأيي يا ماما. لا تعالي هنا قولي رأيي قدامك. تعالي يا لامية بنت. بصي يا حبيبتي، انا بعد ما اسوي الفطرتين دول ليكي كيلو عيش. طيب. وانا هو كل حاجه جاهز بس فاضل العيش بس. العيش بقى اللي هو القمح ولا الناس؟ لا لا قمح خلص. اه الست بنت حضرتك عايزه كيلو وقمح، وحضرتك عايزه كيلو اه. لا هي عايزه كيلو غير بتاعك. عايزه ثاني؟ عايزه 2 كيلو قمح. اه يعني عامل لكم 2 كيلو قمح. انا ما اعرفش. اه ادي واحد وادي واحد. ها؟ لا 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 مش عندك يا حاج. لا مش عندك يا حاج. دول يا مدي تابعنا يا حاج. 2 قمح، واحد ليك وواحد ليها، وعامل لك واحد ناشف. ماشي يا غالي، تريحي يا حاج على ما اخلص. الست عايزه الاوردر. الست ليها قلنا عايزه الاوردر اللي عايزين نوديه لك. ده احنا عينين، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت. فطير ست هنون انا بحنس بيه بنتي. ليه بحنس بيه بنتي؟ بس بعد كده اما تيجي ابقى اعمل لها احلى فطير. هما الناس اللي معاها دلوقتي هيروحوا، احنا عايزين اللي قاعدين متدفي دول مخصوص. انت لمياء، انت عارفه لو اي واحده عندك في الدرس ما طلبتش 5 فطاير انت حر. انا قلت لك طلبتهم بفلوس مش ببلاش، انا ما بفرقش ببلاش. اه عشان تقولهم من اللي قالت هفرق وتروحوا جايبهم اولح فيك. الله يكرمك. مش تيجي تقولي لي يا اما ده انت اللي قلتي لا بفلوس. لسه شويه على التليفون. لسه بصي في الامان، بقيت في الامان. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك الفطير الجميل ده. وهنا عايز افتكر بقى انت فكرتني. وبيقول لك كمان مطابق لشروط الصحه. بسم الله ما شاء الله. طبعا جميل. طبعا شروط الصحه يعني. بسم الله ما شاء الله، زبده وحاجات حلوه. ايوه حاجات فلاحي من عند ست هنينة وبس. احلى فطير يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الفطير ده فطير شتوي يعني بيدفي بيدفي. اه وكل فطير متوقف في البيت. يعني انا جايه النهارده مش عارفه اعمل اكل ايه. اقول لها انا عايزه فطيره، هتقولي لا انا مش عامله حسابي. طبعا اكيد طبعا، ما انت عارفه الرد ده. وبترد على نفسك. برد على نفسك. لا تقول لي فول ولا طعميه، فطير ست هنونه احلى فطير في المنوفيه. قلت لي بقى لا تقول لي فول ولا طعميه، فطير ست هنونه احلى حاجه في المنوفيه.